اليوم 21 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 15 يوماً باتت فاصلة عن معركة التحرير. في 6 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، الصحف المصرية تتحدث عن ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً إلى 3 أضعاف في عام واحد. الأهرام تسلط الضوء على تلك الأزمة آنذاك، وتقول إن الدول الخمس الكبرى المصادرة للقمح تعقد اجتماع لبحث مسألة الانخفاض الخطير في احتياطي القمح عالمياً. وفي الشأن المحلي، كانت خطة الخداع الاستراتيجي تسير على قدم وساق. ركزت الصحف المصرية مع ذلك الصباح على قرار تثبيت أسعار المواد التموينية على أن تتحمل الحكومة فرق السعر تفادياً لإرهاق المستهلكين. وزير التموين يقول إن استقبال 240 ألف سائح سوف يرفع استهلاك السلع التموينية في مصر، وإنه يجب الاستعداد لهذه الزيادة. كذلك ركزت الصحف المصرية على الاستعدادات الطارئة التي بدت في ظاهرها توفير السلع التموينية، وفي باطنها الاستعدادات لأيام حرب قد يطول أمدها. في صدر الصفحة الأولى من جريدة الأخبار، نشر تقرير عن لقاء ممثلين من اتحاد طلبة جامعة عين شمس بالرئيس السادات. كان من بين هؤلاء الطلبة الفنان سامح الصريتي، الذي حكى أن محصلة لقائهم بالسادات هو اليأس من وجود حرب مقبلة. أثبت السادات للطلبة وجهة نظره تلك بتعقيدات الوضع الداخلي والخارجي. وعلى صعيد الأخبار الفنية، نشرت الأهرام خبر إعداد عمر خرشد موسيقى فيلم أين عقلي، الذي جسدت بطولته النجمة سعاد حسني بالاشتراك مع النجمين رشدي أباظة ومحمود ياسين، وأخرجه عاطف سالم. أما رياضياً، فالزمالك يواصل سلسلة انتصاراته بعد أن حقق فوزاً كاسحاً على المصر البورسعيدي ب5 أهداف، ليتصدر ترتيب جدول الدوري بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.